أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو الدرس الخامس من الوحدة الخامسة في كتابنا كتاب التربية الإسلامية، وعنوانه والتواضع هو أحد الأخلاق الإسلامية التي حثت عليها الشريعة وأمرت أفرادها بالالتزام بها لما لها من عظيم الأثر على الفرد والمجتمع. فالقلوب يستهويها أصحاب الأخلاق النبيلة التي تستثير الإعجاب والتقدير، والتواضع أحد هذه الأخلاق، فهو هدوء وسكينة ووقار واتزان وحسن معاملة للخلق، وهو من خصال المؤمنين المتقين، حيث يتمثل التواضع في أنه سر كل توفيق يمر به الإنسان في حياته، وكل رفعة ينالها، فهي صفة من صفات عباد الرحمن الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه العزيز، وخلق من أخلاق أولياء الله عز وجل. وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم وبشر أهل التواضع الذين يتصفون بهذه الصفة بأن لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. كما يجب الابتعاد عن خصلة الكبر التي هي عكس التواضع تماما، والتي هي من صفات الكفار التي أبعدتهم عن الهداية والتصديق والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهم لم ينكروا رسالته، بل عرفوا أنه صادق فيما يقوله، لكنهم تكبروا وتجبروا. بالإضافة إلى أن خصلة الكبر من صفة إبليس، وهي التي سببت له الطرد من رحمة الله عز وجل. فالإنسان المتواضع يكون محبوبا بين الناس وقريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. الآن سؤال يطرحه الكتاب: لما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بخلق التواضع؟ مر معنا بسبب أثره الإيجابي على الفرد والمجتمع، فقد دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التواضع وحثنا عليه، فقال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نقرأه مرة أخرى: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالتواضع يا أبنائي هو خضوع وتذلل للحق، ولين وإحسان للخلق. نستطيع أن يعرف التواضع بأنه خضوع وتذلل للحق، ولين وإحسان للخلق. وللتواضع صور وأشكال ومظاهر، سنعدد بعضها بإذن الله. أولها التواضع لله عز وجل. كيف يكون التواضع لله؟ يكون بالإيمان به وتعظيمه والخضوع له وعدم الاعتراض على أوامره. قال تعالى: يا أيها الناس
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا الصورة الثانية من صور التواضع هو التواضع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا التواضع بالاقتداء به واتباع هديه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الصورة الثالثة من صور التواضع هو التواضع مع النفس، وذلك بقبول الحق والتزام أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنا يا أبنائي أتواضع مع نفسي بتزكيتها وتخليقها بالأخلاق الإسلامية التي حثتنا عليها الشريعة. الصورة الرابعة من صور التواضع هو التواضع للوالدين ببرهما والإحسان إليهما. قال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الصورة الخامسة هو التواضع للناس، وذلك باحترامهم وعدم التكبر عليهم والاعتراف بحقوقهم وأدائها إليهم مهما كانت درجتهم، والرجوع إلى الحق والرضا به مهما كان مصدره. قال الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. أبنائي، من الأساليب المعينة على التواضع الكلمة الطيبة وطلاقة الوجه والتبسم في وجه الناس ومساعدة المحتاجين والوقوف إلى جانبهم في الملمات والأحزان، والرفق ولين الجانب والأخذ باليسر والسهولة في التعامل مع البشر. مما سبق أستنتج وأتعلم أن واجبي كمسلم أن أوقر الكبير وأحترمه، وأن أرحم الصغير وأشفق عليه، وأن أواسي الناس وأحسن إليهم وأساعدهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أخيرا أوصيكم أبنائي بتقوى الله والحرص على استغلال أوقاتكم في هذه العطلة فيما يفيد ويرفع من شأنكم، وأن تحافظوا على أجسامكم وأن ترفعوا مناعتها من خلال تناول الأغذية المفيدة. دمتم تمام الصحة والعافية.